بتمنى في يوم المرأة العالمي يوم 8/3 إنه المرأة الفلسطينية تعيش بسعادة وهناء وبراحة بال، خاصة في وضع اللي إحنا بنعيش فيه حاليا في فلسطين عامة وفي القدس خاصة. بتعيش المرأة في تحديات كبيرة، عليها مسؤوليات كبيرة، عم تفقد أولادها شباب صغار بسبب الضغوطات الإسرائيلية وضغوطات الاحتلال، وعشان هيك إحنا بحاجة لدعم لهذه المرأة، دعم معنوي توعوي عشان هي تقدر تكمل المسيرة مع أولادها ومع العائلة اللي هي بتنشأها، وتكون كمان سيدة ريادية في مجتمعها، تقدر تقود المجتمع معا بجانب الرجل. المرأة الفلسطينية عليها ضغوطات كثيرة، عليها مسؤوليات كثيرة، احنا بنعتبرها مختلفة عن المرأة العادية أو المرأة العربية أو المرأة الأجنبية، عشان هيك بنلاقي علينا مسؤولية مختلفة وعلينا انه نكون على قدها. واحنا انا بعرف انه المرأة الفلسطينية على قد المسؤولية هاي، وبنشوف اميات الشهداء وبنشوف اميات المناضلين واميات الأسرى، والاميات الأسرى نفسهم هم الموجودين في سجون الاحتلال، والاميات اللي او السيدات صانعات القرار في فلسطين، وبنفتخر في كل سيدة. وبتمنى لهم اليوم في مناسبة يوم المرأة انه يقدروا يحصلوا على حقوقهم ويقدروا يثبتوا جدارتهم في هذا المجتمع اللي بنعيش فيه. شو الرسالة؟ انا اسمي صفاء ناصر الدين، بعمل حاليا نائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس، وكنت سابقا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واشتغلت بعدة أشغال منها عميد لمعهد وجدي في القدس، وكمان كنت مستشارة وزير الاتصالات، وكنت عميد لكلية هند الحسيني برضو في القدس. في هذا اليوم بتمنى بمناسبة عيد المرأة، بتمنى أن المرأة الفلسطينية تعيش بأمن وسلام، وببعث لها رسالة إنها تضلها صامدة وتقدر تثق بحالها أكثر، وإنها هي بتقدر توصل تكون من السيدات صانعات القرار، بتقدر تكون من السيدات الرياديات، وكمان تقدر هي تبني عيلة، وهاي العيلة تكون كمان تساعد في تطوير وتحرير فلسطين إن شاء الله.